ده هواند خدت حضرتك من شويه وعملت بيك كلاش باك للحظه البدايه. انا هستأذن حضرتك بقى للحظه النهايه، نقف عندها لحظات احنا، وبعد كده نرجع بقى نتكلم على ما بينهما. اتفضل. ليه خدت وبناء على ايه خدت قرار الاعتزال؟ والله انا خدت قرار الاعتزال في اليوم ال11 من تولي كابتن طه اسماعيل كان المدير الفني للفريق، من اليوم ال11 لفتره الاعداد. ليه؟ جالي زهق من خلاص، يعني كنت عايز اسيب ذكرى جميله ليا، مش عاوز الناس تقول ده كويس انه بطل. ما هو الواحد لازم يسيب ذكرى كويسه. طب وليه تسيب ذكرى في مرحله انت لسه مستمر فيها في العطاء؟ والله كان انا يعني حتى لو يعني ساعتها كان اللي بيوصل 27 سنه 26 سنه كان بيبطل سواء بمزاجه او بغير مزاجه. 27 يعني سنه ده يعني صغير جدا، ده دلوقتي ممكن لغايه 36 و37. ده هو بدايه النضج الفني طبعا الكروي والخبرات المكتسبه من السنين اللي فاتت، من بتبدا من 25 سنه اللي فوق ال 30. بس احنا كان النادي الاهلي كان بيضخ ناشئين ولاعيبه كتيره ولاعيبه كويسه، فكان على طول الاحلال والتبديل موجود. يعني احنا انا عاصرت جيلين معايا، الجيل بتاعي والجيل يعني خالد جد الله اصغر مني، الجيل اللي بعد وعلاء ميهوب اصغر مني، طاهر ابو زيد دخل في وسطينا، فكان اللعيبه الكويسه كانت بتطلع كتير، وما كانش بيستنى بقى ان اللعيب يكبر. انا كنت ساعتها لما بطلت انا كنت 34 سنه، انا من اللعيبه اللي استنت في الملعب لغايه 34 سنه، انا والخطيب ومصطفى عبده وثابت البطل الله يرحمه، ثابت البطل قعد ل 38 سنه. فانا كنت عاوز، ما كنتش عايز حد يقول لي لا بطل، احنا مش هنأيدك، كانت دي هتبقى صعب عليا جدا. انا لما بطل بمزاجي يبقى دي ده. بس هل كان تخوف في محله وقتها؟ يعني هل كان في كده حضرتك سامع ان في الاجواء في كلام؟ لا لا خالص. بيتصدق. لا ده كابتن طه حتى جابني وقعدني معاه في حاولوا يقنعوك فعلا ان ما تبطلش. قال لي انت ليه عايز تبطل؟ انت ماشي كويس وانت لعيب كويس، وبعدين ده انت لغايه السنه اللي فاتت ستاندنج في التيم. فقلت له والله يا كابتن انا يعني خلاص انا عاوز اسيب ذكرى جميله ليا. طب ندمان يا كابتن محمد ندمان ولا لا؟ شفت بقى. والله احسن حاجه اللعب. انا لسه بكلم حضرتك قبل الهوا، احنا بنروح فرقه الشمس حد وثلاثة وخميس بنلعب. عايزين نيجي والله نصور معاك. بنكسر بعض ولسه محافظ على اللمسات الحلوه بتاعت زمان. ما هو بص الكوره هنا. طبعا. مش يعني فهتيجي ما تيجي هتشوف في محمد عماره موجود، في مجد طلبه، وحسام حسن ساعات بيجي، في احمد حسن. يعني في حتى لعيبه اسام الشاطر، يعني في ناس كتير بتروح وبنلعب ومش عايزين نخسر. احنا طبيعي هي طبيعه خلاص.